السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة والتي دخلت يومها 70، ونناقش فيها آخر تطورات المعارك في غزة وتواصل ارتكاب الاحتلال الصهيوني للمجازر في وقت وصفت فيه الأمم المتحدة حجم الدمار في القطاع بأنه غير مسبوق، حيث ثبت استخدام إسرائيل لقذائف غير موجهة خلال قصفها العشوائي على قطاع غزة. ينضم إلينا في هذه الساعة والتغطية الإخبارية عبر خدمة زوم الخبير والعقيد حاتم الراوي من إسطنبول، مرحبا بكم معنا. مرحبا بكم. وعبر سكايب من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الأستاذ ربحي حلوم، نرحب بكم معنا أستاذ ربحي. أهلا بك يا أخي. وعبر الهاتف من فيينا ينضم إلينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا الأستاذ ضياء الشمري، مساء الخير. طيب نأخذ فاصل مشاهدينا ونبدأ هذه التغطية معكم ومع ضيوفنا الكرام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة من قناة الرافدين للمعركة معركة طوفان الأقصى والحرب والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 70 يوما. نبدأ مع الأستاذ حاتم الراوي. أستاذ حاتم، جيش الاحتلال يؤكد مقتل جنديين 2 وإصابة 4 في معارك خان يونس جنوبي غزة، في حين تؤكد كتائب القسام أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى وسط القطاع، لماذا ترتفع نسب الضباط القتلى في جيش الاحتلال في المعارك الدائرة في غزة؟ سلامي لك أستاذي الكريم والضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. الحقيقة اعتدنا في الحروب أن المقاتل الحقيقي المتواجد في ميدان القتال هو الصف الضابط والعسكري الفرد. أما وجود الضباط فالضباط من الرتب الصغيرة لا بأس في تواجدهم، أما بالنسبة للضباط القادة يعني رتبة رائد فما فوق فهؤلاء لهم أماكن عملياتية محمية تماما، ويعني يحذر من زجهم في الميدان حرصا على خبراتهم وإمكانياتهم في القيادة. أما ما حصل في إسرائيل بعد طوفان غزة بدون أدنى يعني شك، وعودوا إلى كل الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ عام 48 إلى اليوم، لم نرى إسرائيل قد مارست الحرب بهذه الطريقة العشوائية، بهذا الإرباك الذي يظهر عليها، بهذه المعنويات المنخفضة، وهذا بسبب المفاجأة التي أحدثها مقاتلو غزة في صفوف الجيش الإسرائيلي. لذلك تضطر القيادة بمثل هذه الحالة لزج رتب كبيرة أو رتب قيادية ومعروفة من قبل الأفراد وصف الضباط معهم في الميدان لرفع معنوياتهم وللإشراف ميدانيا على أدائهم، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الخسائر بين صفوف القادة. طيب إذن أستاذ حاتم، يعني في هذا الوضع يعني الزج برتب من الضباط، رتب عليا من الضباط في هذه التوغلات البرية من قبل الاحتلال، هل يعني أن الجنود الصهاينة غير قادرين على مواجهة المقاومة الفلسطينية، فبالتالي الرتب العالية أيضا تسقط في ضمن خطة المقاومة؟ تماما، يعني هذه لا تحتاج إلى شهادتي ولا شهادة أي خبير عسكري. كاميرات المراسلين وشاشات التلفزة اليوم تفضح كل شيء، وكل شيء أصبح واضحا. ولكن يعني مع ذلك الضباط لم يستطيعوا الصمود، حتى الضباط لم يستطيعوا الصمود أمام خطط المقاومة. تماما، يعني الذي يستطيع أن يصنع طائرة لا يكشفها الرادار ويخترق بها القبة الحديدية، القبة الأسطورة لدى إسرائيل وينفذ عمليته دون أن يكشف،
هذا يعني كيف لا يكون مؤثرا جدا وحاسبا لكل حساب بمواجهة هؤلاء القادة وإيقاع الخسائر بهم. التقنيات التي أظهرها مقاتلو غزة مترافقة مع العقيدة القتالية التي يقاتلون بها أذهلت ليس إسرائيل، أربكت إسرائيل وأذهلت العالم. نعم نعم. طيب أستاذ ربحي، في جانب آخر رويترز ونقلا عن البيت الأبيض تقول إنها إن البيت الأبيض يضغط لإنهاء المرحلة الكثيفة من الحرب على غزة. إلى أي مدى أصبحت الحرب اليوم على غزة أصبحت عبئا على أمريكا قبل أن تكون عبئا على إسرائيل نفسها؟ أولا شكرا وتحية لكم ولمشاهديكم أخي الكريم. ردا على سؤالكم، أذكركم بما قاله بايدن في اليوم الأول للحرب، قال لن نوقف هذا الحرب حتى القضاء على حماس، كان واضحا منذ الساعة الأولى لإعلان الحرب، وكررها من بعده بلينكين وكررها أوستن في زيارتيهما اللتين أتبعت يعني أعقبت زيارة بايدن لهم للكيان الصهيوني في عند بداية الحرب. ثم بدأت الإدارة الأمريكية تتابع وتتابع، ويبدو أنهم أدركوا بعد طول انتظار أن عملية القضاء على حماس التي أعلنوا احتضانهم لها وتكرارهم لها حتى اللحظة أصبحت مستحيلة، وبالتالي بدأت كلماتهم ومواقفهم المعلنة تتغير طبقا للمعادلة في الميدان. أثبت مقاومون وثبت للإدارة الأمريكية أن القضاء على المقاومة أصبح مستحيلا، وبالتالي هم يبحثون عن مخرج لكيفية التراجع عن ما أعلنوه من قبل كسبا لود الشارع، خاصة وأنهم على وشك انتخابات وينظرون إلى الشام من ناحية انتخابية وليس من ناحية قانونية أو دولية أو إنسانية أو عدالة أو حق. وبالتالي هذا موقف عدائي واضح من الإدارة الأمريكية في تبنيها لهذا العنوان منذ الساعة الأولى، وإن كانت كلماتها تختلف بعض الشيء مؤخرا بعد أن أدركوا استحالة رغباتهم في هذا الاتجاه. ولكن كلمة أو مصطلح المرحلة الكثيفة من الحرب يريدون إنهائها، ما الذي يريدون أن يبقى من الحرب؟ يريدون أن يتيقنوا أن الحرب تستطيع القضاء على المقاومة. الآن بعد أن ثبت ذلك يريدون إعادة النظر والدفع باتجاه وقف إطلاق النار المؤقت، وأؤكد هنا على المؤقت أضع تحت 10 خطوط، إلى أن يتيقنوا من أن الحرب ستقضي على المقاومة، وهذا أصبح شبه مستحيل. هم يبحثون عن مخرج، الإدارة الأمريكية تبحث عن مخرج للتراجع في مواقفها الأولى، والصهاينة أيضا يبحثون عن مخرج ويظنون أنهم بقصفهم الوحشي العشوائي قادرون على إنهاء المقاومة والقضاء على المقاومة واستباحة غزة وفق ما يرغبون، وإعادة المعنويات التي كسرت في 7 أكتوبر الماضي لمواطنيهم. نرحب أيضا بضيفنا الأستاذ ضياء الشمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا في فيينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نرحب بكم. يعني بموازاة ما تقوله أمريكا أنها تضغط لإنهاء المرحلة الكثيفة من الحرب على غزة، ولكن في ذات الوقت الموقف الأمريكي يقول أنه لا يدعم وقف إطلاق نار في غزة ويسعى إلى هدن قصيرة، ما خطورة التلاعب بالمصطلحات اليوم وتجاهل المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون شخص في غزة؟
نعم، حقيقة الأمر ما يحدث في غزة ليست قتال وإنما قتل للناس المدنيين الموجودين، والقتل المتعمد وانتهاكات لحقوق الإنسان المتعمدة من قبل الكيان الصهيوني ومن دولة إسرائيل. حقيقة هاي الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الوقت الحاضر بقصف المستشفيات والمدنيين والأطفال والمدارس وكل المؤسسات التي لا تباح بقصفها في طولة الحروب الدولية اللي حدثت بين الدول وحتى الحرب العالمية الثانية. مع الأسف أنه تجاوز الكيان الصهيوني بهذا الحد من قتل المواطنين وبصيغة متعمدة، وبعدين تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وتدعي بوقف إطلاق النار جزئيا وإلى آخره، إنما هذه العملية هي عملية ترقيعية ليست إلا، يعني هنالك إرباك دولي في هذه المعركة أو في هذا القتال، القتل المدنيين وليست معركة، هو قتل مدنيين مباح من قبل إسرائيل ومبارك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغرب أيضا مشاركين بهذه الجريمة التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة. إنه العملية ما تقوم بها إسرائيل هي عملية انتقامية وورائها برامج أخرى لتنفذ في هذه المنطقة. نحن لا نعلم ماذا خلف هذه المعارك، ماذا تريد إسرائيل من هذه المعارك. نعم. المقاومة الفلسطينية هي مقاومة شرعية. نعم. طيب، هنا أيضا أستاذ حاتم، مستشار الأمن القومي الأمريكي يقول أن الحرب في غزة ستركز في المرحلة المقبلة على اغتيال قادة حماس، التحول من القضاء على حماس والاكتفاء بالتخلص أو القضاء على قادتها. ماذا يعني مثل هذا التحول بالمصطلحات والخطاب الأمريكي؟ يعني لا يتعدى كونه مخرج من بين المخارج التي تتخبط فيها إسرائيل. يعني حتى مسألة الهدن المؤقتة هي للبحث عن مخرج، الهروب إلى باتجاه أننا نغتال القادة. اغتيال القادة يعني هذا أمر مطاط جدا، وللخروج من المأزق الإسرائيلي الذي وقعت فيه. أستاذي الكريم، تصور أن بايدن منذ يومين بالضبط أثناء ما حصلت المشادة الكلامية على الهاتف مع نتنياهو قال له حرفيا: دعوا لنا فرصة ندافع عنكم، لم يبق لنا عين أن ندافع عن إسرائيل بعد كل هذا البطش وهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. نحن عهدناها تماما، وأنا شخصيا يعني على مدى عمر كامل كوني أعمل في عمليات الجوية السورية، فنحن على احتكاك مع إسرائيل ونعرف خططهم ونحفظها تماما. إسرائيل لا يمكن أن تدخل نفسها بموقف مجهول أو أن تجعل فرصة للمفاجأة بوجه مخططاتها. إسرائيل ديجيتال، يعني تخطط لكل شيء بدقة، لكن هذه المرة ومن خلال المراقبة الدقيقة يعني والمواظبة لما يجري في غزة، أنا وجدت إسرائيل لأول مرة، وأقصد الجيش الإسرائيلي وأداءه، الأداء غير كفو. المفاجأة أثرت كثيرا على هذا الوضع. الحلول التي خرجت بها إسرائيل على مدى 70 يوم غير كافية وغير قابلة حتى للتحقيق. لو انتقلنا إلى الجانب الآخر الذي هم المقاومون، وهم عبارة عن شباب يعني أقرب إلى العزل منهم إلى هذه التقنيات التي تمتلكها إسرائيل، لم نلاحظ ولا ارتباك ولا تخبط ولا بعملية حتى اليوم، ونحن في اليوم 70 على الإطلاق نهائيا في صفوف المقاومة. إذن الجانب المرتبك هو إسرائيل، وسوف تبقى تبحث عن الحلول، وأنا قلتها أكثر من مرة وحتى على شاشتكم الكريمة. نعم. أنه لم يعد أمام إسرائيل
إلا الرضوخ لطاولة مفاوضات يعطى فيها كل ذي حق حقه. ولكن في هذا الوقت أستاذ حاتم، اليوم القصف المكثف على كل مناطق غزة وتحديدا الخرائط التي تدفع الناس إلى الجنوب هو الأسلوب الوحيد الذي تتبعه إسرائيل في طيلة هذه الفترة من الحرب، والتي دخلت اليوم يومها 70. بالتالي لا يوجد لدى نتنياهو ولا سلطات الاحتلال ولا قيادات العسكرية أي أسلوب قتالي سوى تدمير البنى التحتية لدى القطاع. في ذات الوقت يتكبدون خسائر كبيرة، يعني بدأت حتى تنتشر فيديوهات لضباط وعناصر داخل الاحتلال الإسرائيلي يقولون أن الأعداد القتلى هي مضاعفة وبالآلاف، أكثر من 3000 قتيل بالجيش الإسرائيلي كما ينشر على منصات التواصل ليس من جهة رسمية. تماما، كل هذا الكلام سليم 100%. أضف إلى أن إسرائيل التي تقاتل بالعقيدة القتالية الغربية، يعني الحرص حتى يعني آخر الإمكانيات على العنصر البشري، وياما خضنا معارك طاحنة مع إسرائيل لأنها تحاول سحب جثة أو رفات جندي إسرائيلي قتل في المعركة. نعم. فهي حريصة على الإنسان. هذا ما أقوله، أن القيادة الإسرائيلية اليوم يعني كيف تستطيع أن تواجه المجتمع الإسرائيلي الذي ما اعتاد على طيلة الحروب الماضية على مثل هذه الأرقام وهذه الخسائر. نعم. ستكون فاجعة كبيرة بالنسبة لهم، والقيادة الإسرائيلية تحسب هذا الحساب وتعرف تماما أنها أمام مشكلة مع مجتمعها. أما بالنسبة للتدمير فقد هذا دليل على أن القيادة الإسرائيلية قد خرجت عن طورها تماما. إسرائيل تتظاهر دائما بأنها تريد أن تقصف مبنى، ترسل إنذار إلى المبنى بأنه أنا بعد 5 دقائق أقصف. الآن بدأت تقصف بشكل عشوائي، وحتى نوعية القنابل التي بدأت تستعملها لم تعد يعني تختصر استعمالاتها على القنابل الذكية والقنابل الموجهة، بدأت يعني تعمل بطريقة البراميل المتفجرة التي استعملها النظام السوري مع الشعب السوري. ولكن كانت النتيجة هي ذلك. في هذه النقطة بالتحديد أستاذ ربحي، صحيفة بوليتيكو تقول أنه لدى الولايات المتحدة كنزا من المعلومات بشأن سلوك إسرائيل المدمر في الحرب على غزة وعدم الالتزام بقوانين الحرب. وكما ذكر سيادة العقيد الراوي أنه هناك معلومات تشمل بيانات عن الاستهداف والأسلحة المستخدمة من دقائر غير موجهة وغير ذكية تلقيها أو يلقيها الاحتلال، إضافة إلى العدد الحقيقي للقتلى داخل القطاع، بالتزامن مع تحقيق نشرته شبكة CNN الأمريكية يؤكد أن نصف القنابل التي ألقتها إسرائيل هي قنابل غبية تعتبر. بالتالي أمريكا إذا كانت لديها كل هذه المعلومات لماذا لا تحاسب إسرائيل على استهداف المدنيين بقنابل عشوائية؟ أخي، واضح تماما أن لم يعد الأمر لم تعد الإدارة الأمريكية ولا غيرها معنية في قتل المدنيين والقصف العشوائي. يعني كل مواقفها تبنى على قاعدة ما الذي يفيدهم انتخابيا، هذا هو هدفهم وهذا ما يركزون عليه وعليه يبنون قراراتهم، تأخذ قراراتهم على هذه القاعدة. وبالتالي يعني قبل قليل شاهدنا أن القصف شمل حتى الإعلاميين. نعم. موالد أصيب وإعلامي آخر ما زال تحت القصف ويصعب نقله إلى المستشفى. هناك قصف عشوائي أعمى، بدأت الإدارة الأمريكية تدرك أن الرأي العام العالمي والعواصم العربية المحيطة في فلسطين بدأت تدرك أن خذلانها، أنه يجب أن تتوقف عن هذا الخذلان، وبدأوا يفكرون بكيفية مواجهة غضب شعوبهم إذا هذا الموقف المعيب والمخزي في صمتهم إذا ما يجري. 22 دولة عربية
لم تحرك ساكنا إزاء ما يجري، وكأنها في عالم من عالم آخر، من هاواي أو من جزر، يعني لا أريد أن أتحدث طويلا عن هذا الشأن. المعيب أن موقفا عربيا واحدا لم يرقى في مواجهة ما يجري من عدوان إلى مستوى خطورة الحدث وما يترتب عليه في الوطن العربي والأمة العربية. المستهدف ليس المقاومة فحسب وليس فلسطين، كلنا مستهدفون. على الجميع أن يدرك أنهم مستهدفون في بيوتهم، على كراسيهم التي يجلسون عليها ويتفرجون، دون موقف عربي يرقى إلى مستوى الحدث. أنا آسف، أنا أتحدث بهذا الشدة وبهذا وبهذه الصراحة والمكاشفة. لا يعني بالتأكيد الوضع في غزة يعني يدفع إلى المزيد ربما أكثر من هذا الأسلوب. أستاذ ضياء، هنا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أنه حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل، كما أنه لا يحتمل. هنا إلى أي مدى ترى أن المنظمات الأممية تبدو عاجزة أمام ما يجري، ما يعني تصاعد حدة الانتقادات للاحتلال، ولكن لا أحد يستطيع أن يوقفه حالياً؟ حقيقة بس هذا أريد أذكر فقط هذه الفقرة، أنه إسرائيل لا تحترم لا الإنسان ولا الإنسانية. الكلام الأخ المتحدث اللي تكلم فيه أنه ينقذون حياة إنسان وهذه المشاكل مما يحدث في ساحة المعارك فقط للدعاية. ما حدث ب 7 أكتوبر والطوفان لحد الآن هم حتى لم يحترموا القوانين الدولية حتى على 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 سكان بلدهم. قصفوا سكان بلدهم وقتلوا سكان بلدهم. ما تحدث به الأمين العام عن ما انتهاكات لحقوق الإنسان في 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 إسرائيل وفي غزة وما حدث وحتى في الضفة الغربية ودخولهم إلى الجوامع والإهانة المراقد المقدسة الموجودة في الديانات في الدين الإسلامي، هل هذا معقول؟ انه كل ما يحدث في اسرائيل بالوقت الحاضر هو مدعوم من الدول الاوروبيه وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا. احنا نتحدث مع دوله مارقه لا تحترم القوانين الدوليه ولا تعترف باي قانون دولي، فقط تعترف باسرائيل بنفسها وما تعمل اسرائيل ضد حقوق الإنسان والانتهاكات الإنسانية والانتهاكات حتى في المجتمع الدولي مهينة جدا، وما يحدث من مظاهرات واعتصامات في البلدان العربية وفي البلدان الأوروبية هذا خير دليل على ما تقوم بها الكيان الصهيوني بعمليات انتقامية، قتل جماعي لأبناء غزة. نعم، وبذات الوقت أستاذ ضياء، يعني المفوض مفوض الأونروا فيليب لازاريني يقول أن المنظمة على حافة الانهيار في قطاع غزة، يعني لكون النظام المدني ينهار بشكل متزايد جراء الحرب، ويقول هناك يعني مواطنين داخل القطاع لم يذقوا الطعام ليومين أو ثلاثة، إضافة إلى أنهم يوقفون شاحنات المساعدات لأخذ الطعام منها بسبب شدة الجوع، بالتالي حتى المنظمات التابعة للأمم المتحدة لا تستطيع أن تعمل أي شيء. منظمات تنادي من الفترة الأولى من الأسبوع الأول بهذه العمليات وقطع المساعدات وقطع المي والكهرباء، يعني حتى يعني المنظمات الموجودة هناك الدولية والمنظمات الحقوقية حتى الموجودة في غزة حتى الموجودة المنظمات المحلية الموجودة تعاني ما تعانيه مثل ما يعاني المواطن الموجود هناك. الحقيقة هنالك كارثة ويجب على المجتمع الدولي أن ينتبه لهذه الوضعية وإنهاء هذه القتل الجماعي لفلسطينيين في غزة. احنا ننادي المجتمع الدولي يجب أن يقمع إسرائيل، لأن إسرائيل دولة مارقة، دولة مجرمة وقاتلة بحق الشعب الفلسطيني ولا تعير أهمية إلى المجتمع الدولي. يعني مع الأسف احنا نلوم الدول العربية، يعني لا، الدول العربية لا حول ولا قوة إلا بها، بس الدول الغربية اللي هي تعتبر نفسها صاحبة قرار وهذه القرارات مالتها مهينة. نعم، طيب
أستاذ حاتم، اليوم نتنياهو يؤكد أن استمرار الحرب على غزة، يعني الحرب يريد استمرار أمد الحرب وإطالتها إلى مدى طويل. هل يأتي تأكيد نتنياهو على هذا القرار من موقف قوة كما يدعي؟ ولماذا يصر أصلا على يعني إطالة أمد الحرب إن لم يكن فقط الحفاظ على موقعه السياسي؟ نتنياهو علم اليقين، ونحن نعلم جميعنا أن نهاية الحرب في غزة بغض النظر عن النتائج بعدما تحقق كل ما تحقق حتى اليوم، بغض النظر عن النتيجة، نهاية نتنياهو هي تقترن بنهاية الحرب على غزة، لأن نتنياهو أساسا لم يكن يعني يحصل على رضا الشارع الإسرائيلي بالكامل، وبالتالي دخل بهذه المغامرة وجر إسرائيل إلى كارثة. وأنا أؤكد أنه سنرى جميعا بمجرد انتهاء الحرب في غزة سترون فاجعة في المجتمع الإسرائيلي. عدد القتلى الذي أعلن عنه حتى اليوم من خلال تقديرنا لطبيعة المعارك أقل بكثير، يعني العدد سيكون أكثر من 10 أضعاف ما أعلن عنه. لذلك هذا لا يتحمله المجتمع الإسرائيلي ولم يعتد عليه، وبالتالي ليس أمام نتنياهو لإطالة عمره إلا إطالة الحرب. نعم. أيضا أستاذ ربحي، المحامي في المحكمة الجنائية الدولية حسن إسلام شاد يقول أنه نهج النظام الدولي هو انتقائي، وأن ما يحدث في قطاع غزة سقوط كامل لعدالة النظام الجنائي الدولي. كذلك دعا الدول الإسلامية إلى الخروج من إطار النظام الدولي والتفكير في خيارات أخرى. الأمر لا يتعلق بالفلسطينيين في غزة فقط، وإنما يشمل كل من يؤمن بنضال المشروع من أجل الحرية. إلى أي مدى أضحى القانون الدولي هو قانون انتقائي يحمي فئة معينة ودول معينة، والدول الأخرى لا ينظر لها بعين الإنسانية أصلا؟ صحيح، للأسف الشديد لو كان المعتدي غير الكيان الصهيوني لاتخذ، لرأينا أكثر من دولة غربية تداعت كل الدول الأوروبية والإدارة الأمريكية إلى دفع باتجاه الضغط على الأمم المتحدة و يعني القرار، دعت إلى اتخاذ قرار في مجلس الأمن وفق المادة 7 لمخالفة لمعاقبة المعتدي. أما وأن المعركة وأن الحرب العدوانية يقوم بها الكيان الصهيوني المحتضن من معظم الدول الأوروبية ومن الإدارة الأمريكية، فأصبحت المادة 7 ليس لها حضور. وهنا أحمل المجموعة العربية وإخوتنا يعني في الدول الإسلامية مجتمعين، وهم يزيدون عن 54 دولة، كان بالإمكان أن يتخذوا موقفا جماعيا يلزم الأمم المتحدة بتنفيذ الشرعية الدولية إذا ما يجري. لكن هذا التخاذل والصمت، وأكرر هنا أحمل كل الدول العربية والإسلامية على هذا الموقف، لماذا لا يتحركون؟ والقانون الدولي لا يجوز أن يسري على دولة وعلى شعب دون الآخر. أين الموقف الدولي والشرعية الدولية مما يجري؟ ولماذا هذا الصمت من مجموعة الدول العربية والإسلامية إزاء يعني الاتجاه بهذا الشأن وإلزام الجهات الدولية باحترام القانون الدولي واتخاذ، وبحيث يسري هذا القانون على ما يجري حاليا وعلى الكيان الصهيوني، ولا يقتصر على الدول المعادية للدول الغربية المعادية لروسيا والاتحاد السوفيتي سابقا إلى آخره. الآن أصبح الموقف الدولي، الموقف الأمريكي والأوروبي معرّن تماما إزاء شعوبهم، ولعلهم يعني يدركون ذلك ولن يدركوا ذلك إذا لم تتخذ
المجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز والدول الإسلامية يعني مجتمعة موقفا يحفظ لها شرفها وكرامتها واحترام شعوبها لأنظمتها. أستاذ ضياء، في ذات الوقت المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان يتهم الاحتلال بقتل 25,000 فلسطيني بينهم 10,000 طفل فقط منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، بالتالي هذا الرقم المخيف، 25,000 شخص فقدوا حياتهم في 70 يوم بينهم 10,000 طفل، ألا يدعو المنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية إلى الضغط على الاحتلال، إلى الضغط على الدول الغربية من أجل وقف هذه الحرب؟ المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية التي تشتغل إذا كانت دولية وإذا كانت محلية قاعد تعمل من أجل إيقاف الحرب. نعم هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل، وهذه إسرائيل دولة مارقة. التقارير الدولية وتقارير الأمم المتحدة والتقارير الصليب الأحمر والتقارير من أي جهة أخرى قاعد تدين الكيان الصهيوني بعمليات الاغتيال والقتل الجماعي في غزة. هذه المشكلة الإدانة موجودة، ولكن على الدول التي هي تلتزم السياسة الدولة أن تنفذ عليها ما عليها من واجبات وتتخذ الإجراءات الرسمية بحق إسرائيل. يعني يجب الضغط على إسرائيل سياسيا أو اقتصاديا وإلى آخره من الضغوطات المتعارف عليها دوليا، ولكن لا 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 توجد دولة في العالم كله تقف الى ضد إسرائيل بالعمليات الإجرامية. نحن نسمع من هنا وهناك بعض الدول تنادي بخجل من اجل وقف اطلاق النار، وحتى الدول العربية يعني اكو عندها اجراءات اقوى من هذه الإجراءات ممكن ان تستعملها ضد إسرائيل. يعني احنا قاعد نترجى اسرائيل بوقف اطلاق النار، وبينما عندنا اوراق ضغط سياسيه واقتصاديه على اسرائيل ممكن ان نستعملها، ولكن الدول العربيه لا تستعمل هذه القرارات. نعم استاذ ضياء، ليس فقط وقف اطلاق النار او الهدن المؤقته القصيره، بل حتى ادخال المساعدات يتم باخذ الاذن من اسرائيل. نعم هذه حقيقه. الدول العربيه عاجزه حتى ادخال المساعدات، حتى ادخال الماء يا اخي. قاعد يقصفون الشاحنات التي تدخل الى 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 غزه. نعم. والدول العربيه لا تعمل على هذا الاساس. الدول العربيه ايضا والدول الاسلاميه ايضا حقيقه العالم وقف موقف متفرج، وهذا واضح للعالم. نعم. والشعوب العالم، الشعوب يعني اللي قاعد ترى ماذا يحدث في اسرائيل وماذا تعمل اسرائيل ضد المواطنين العزل في غزه. استاذ حاتم، اليوم يعني لو تناولنا خبر نشرته صحيفة الإيكونومست البريطانية تقول رغم اشتداد القتال في قطاع غزة فإنه بات في حكم المؤكد أن هذه الهجمة الحالية هي آخر عملية إسرائيلية واسعة في هذه الحرب، وتؤكد أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى تقليص عملياتها في ظل إصرار أمريكا على تجنب الاستمرار بقتل المدنيين. في ذات الوقت تقول أنه إسرائيل تحاول أن تعطي صورة أنها قضت على حماس، أنهت حماس، تعطي صورة النصر، ولكن برغم كل المشاهد لم تستطع إسرائيل أن تنشر صورة نصر واحدة رغم كل العمليات الإجرامية الوحشية التي قامت بها. حقيقة أن يعني ما فعله مقاتلو فلسطين بشكل عام وطوفان غزة بالذات نقل الكيان الصهيوني من مكانة أننا كنا حتى نحن كنا أثناء الحرب ونحن ضباط وعسكريون لا نسمع إلى إعلامنا، كنا نسمع إلى إعلام الغرب وإعلام إسرائيل لأنه كان يحاول أن يظهر أو يوهم العالم كما تفضل ضيفك الكريم بمصداقيته، والإعلام العربي كان يعني يتخبط ويعطي أرقام خيالية إلى أن فقد المصداقية تماما. المقاومة استطاعت أو بالأحرى لا أقول المقاومة، هنا أركز على كلمة أن المقاتلين مقاتلو حماس هم الذين أبدعوا وهم الذين فعلوا كل هذه الأفعال.
استطاعوا أن ينقلوا إسرائيل إلى موضع المتخبط، يكذب في الإعلام، يحارب بطرق عشوائية. نعم، نحن من خلال مراقبتنا لسير المعارك أنا أرى أن أداء العسكري الإسرائيلي يعني في تدني مستمر، يعني كان متدنياً أمام المقاومة لكنه كان الآن أكثر تدنياً بكثير. فإلى أين هي ذاهبة إسرائيل؟ لم يعد أمام إسرائيل إلا محاولة تغطية خسائرها وتحويلها إلى انتصارات كما تعودنا نحن، يعني ستأخذ الخبرة من الإعلام العربي وتذهب بهذا الاتجاه، وعلى الإطلاق ليس أمامها طريق إلى النصر العسكري. أستاذ ربحي، عوضا عن الخسائر التي ذكرها سيادة العقيد حاتم، اليوم ليس فقط خسائر اقتصادية وعسكرية ومدنية في أراضي المحتلة، هناك أيضا في ظل ما ينشر عن جيش الاحتلال والمجازر التي ارتكبها، إلى أي مدى فقد الكيان الصهيوني البعد الأخلاقي الذي طالما كان يسوقه للعالم الغربي وبات يسمح للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية انتقاده دون الخوف من اتهام معاداة السامية؟ أخي، واضح تماما أن الكيان الصهيوني لا يعير اهتماما لأي كما قلنا وكما قال ضيفاكم الكريمان. نعم. وكما يقول العالم كله، الكيان الصهيوني لا يعير اهتماما لأي موقف دولي، هو يقاتل فقط معتمدا على حاضنته الإدارة الأمريكية باعتبارها قادرة على اتخاذ الفيتو، في وكما فعلت في القرار قبل الأخير حينما يتعلق الأمر بإدانتها، وقادرة على وقف اتخاذ قرار ملزم بموجب المادة السابعة التي تلزم الدولة المعتدية أو تعاقب الدولة المعتدية وتفرض عليها عقوبات تلزمها بتنفيذ ما تتخذه من قرارات. لكن الكيان الصهيوني لا يعير اهتمام أي اهتمام طالما أن الإدارة الأمريكية التي تقف خلفه، وإن كانت تراجعت في طريقة تعبيرها كما قلنا من قبل، لكنها تعتمد على الإدارة الأمريكية في إمكانية شل أي فاعلية لأي قرار يتخذ في الأمم المتحدة. ومن هنا الشأن يعتمد الكيان الصهيوني يعتمد على البطش الأعمى والخروج من أزمته التي واجهها نتيجة ما العمل البطولي الذي قام به مقاومون في 7 أكتوبر. فقط هم يركزون على إعادة المعنويات لمجتمعهم المنهار نتيجة يعني بطولة 7 أكتوبر. وبالتالي كما أكرر، لا يعيرون اهتماما لأي موقف دولي، ويدركون أن الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية قادرة على شل وتعطيل وعدم تنفيذ أي قرار يتخذ في الأمم المتحدة. نعم. أن أذكر ملاحظة أن القرارات التي سبق للأمم المتحدة، وأقول القرارات الأممية غير الملزمة، تزيد على 216 قرارا عبر تاريخها ضد إسرائيل منذ قامت هذه الإسرائيل المغتصبة غير القانونية، والتي يعني تتجاهل وتدوس تحت أقدامها على كل شيء اسمه شرعية دولية منذ 40s القرن الماضي حتى اليوم. هنا أيضا أستاذ ضياء، ما الذي يعنيه غياب حصيلة ضحايا غزة من الصحفيين الذين قتلوا في أثناء العدوان المستمر على غزة منذ 70 يوما، من تقرير منظمة مراسلون بلا حدود؟ وكما ذكرنا ورأينا بالأخبار العاجلة إصابة وائل الدحدوح، أيقونة الطوفان الأقصى اليوم. أكثر عدد صحفيين قتلوا في العالم
هو في الكيان الصهيوني الحرب العراقية الأمريكية لم يقتل بها، والحروب الأخرى لم يقتل بها، حتى الحروب السابقة فيتنام لم يقتل بهذا العدد، ولكن في فلسطين قتلوا وبقتل تعمد بعض الصحفيين اغتيال وليست قتل عشوائي. هذه العملية مباحة لإسرائيل. يعني إسرائيل أكثر ما نقول عنها أنه دولة مارقة، دولة لا تحترم القانون الدولي، دولة لا تعير أهمية المجتمع الدولي، وهي تعمل ماذا تريد. هذه هي حقيقة. أين الصحفي؟ هي تقتل أخي، هم يقصفون المستشفيات، يدمرون المستشفيات. نعم. يعني يدمرون الماء والكهرباء والبنية التحتية. يعني هذه هي دولة، هي هذه دولة تقدر نقدر نقول، وإنما مجموعة قتلة ومجرمين في نعم. هذه الدولة. نعم. أستاذ حاتم، أيضا يعني السؤال هنا، لماذا لم يستفد جيش الاحتلال من النصائح التي أعطاها إليه خبراء وقادة أمنيون؟ وكيف لم تسمح حماس بسقوط غزة رغم المساحات التي انتشر فيها واخترقها، طرقتها قوات الاحتلال لمساحات وانسحبت؟ كيف لم تسمح حماس بسقوط غزة رغم كل العمليات الوحشية والقصف المستمر منذ 70 يوم؟ لا أبدا. يعني بالنسبة للجيش الإسرائيلي استخدم كل الوسائل التي يستطيع استخدامها، سواء كانت من أنواع العتاد أو بالطرق التكتيكية التي قاتل بها، لكن صمود المقاتلين والمفاجأة التي يعني كسرت ظهر الجيش الإسرائيلي هي الاحتياطات التحصينية التي قد اتخذها المقاتلون مسبقاً، والتقنيات التي يستخدمونها، حتى الإمكانيات الإلكترونية ليست سهلة لديهم، يعني من اختراق وإلى آخره. هذا هو الذي أثر بأداء الجيش الإسرائيلي. أضف أنا يعني أضيف مسألة أخرى أكثر من مسألة النصائح. هذه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قدمت إمكانيات عالية جداً من الدعم العسكري. هذا ماذا يفيد؟ يعني وقلتها سابقا أن إسرائيل ليست بحاجة إلى هذا الكم من العتاد، هي لا ينقص العتاد ولا ينقص العدد من القنابل والصواريخ، لكن ينقصها إمكانية اختراق هذه التحصينات عسكريا يعني. وهذا لن يتأتى ولن يعني تستطيع إسرائيل من القيام بهذه الاختراقات. هي تستطيع أن تدمر مدن، تستطيع أن تقتل مدنيين، أما أن تصل إلى درجة اصطياد القادة أو يعني قتل العناصر فأصبحوا بعيدين عن يدها كثيرا. ومن هنا جاء تخبط إسرائيل، وحتى النصائح لم تعد تعمل معها. النصيحة الوحيدة لمن يريد سلامة ما تبقى من لائحة القتلى القادمة في إسرائيل، لأنه لابد من تقديم قتلى كثر، ينصح إسرائيل بالتوقف عن القتال تحت أي ذريعة. تمام أستاذ ربحي، تأكيد التقارير الدولية أنه حماس لن تكسر إلى أي مدى يضع الشعب الفلسطيني على طريق النهوض والتعافي المبكر من أثار هذه الحرب، رغم الفاتورة الكبيرة، رغم الجراح، رغم الآلام، رغم كل ما نشهده، ولكن عدم انكسار المقاومة لهذه اللحظة إلى أي مدى يضع الفلسطينيين في كل فلسطين وليس في غزة على طريق التعافي؟ أخي، حماس ليست مجرد يعني هي منظمة مقاومة ولها أعضاؤها وأنصارها، لم تعد مجرد منظمة لها أنصار. حماس انتشرت الآن، حماس الفكر، حماس الميدان، حماس الموقف أصبح منتشرا في قلب كل فلسطيني. كل الفلسطينيين الآن حمساويون، وكل الفلسطينيون
فتحاويون لو أن فتح يعني حينما تستطيع فتح أن تثبت قدرتها وإصرارها على المبدأ والفكرة التي نشأت عليها وهي مقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين، سيصبح الشعب الفلسطيني كله فتحاويون. لكن الشعب الآن والأمة العربية بأسرها لا يعني أصبحوا كلهم حمساويي التوجه والتفكير والموقف نتيجة الصمود الأسطوري والحق. نعم. لهذا الشعب، الشعب الذي يقاتل عن عقيدة وعن أصالة وعن تاريخ فلسطين التاريخ. هذه فلسطين التاريخ أيها الإخوة يا أمتنا، الصامتين على ما يجري بحق فلسطين وشعبها وحماس المقاتلة المقاومة وأبطالها، والشعب والأمة والرأي العام العالمي الذي يقف الآن متفرجا، إذا يعني لا أقول يعني متفرجا، يقف داعما للقضية الفلسطينية، لكنه يشعر بالخذلان من مواقف الدول العربية المعنية باتخاذ موقف يرقى إلى خطورة ما يجري ضد فلسطين وشعبها حاليا. نشكركم من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج أستاذ ربحي حلوم، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا. ونشكر العقيد حاتم الراوي الخبير والباحث العسكري، كان معنا من إسطنبول، شكرا لكم. ومن فيينا نشكر ضيفنا الأستاذ ضياء الشمري رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا، شكرا لكم أستاذ ضياء. وشكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة، نلتقي في تغطيات أخرى، إلى اللقاء.